عبد الله من القصيم، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام. شيخ صالح الله يحفظك، عندي سؤال. نعم. تفضل. إذا دخل الشخص المسجد والجماعة يصلون التراويح وهو ما صلى العشاء، كيف يصلي الله يحفظك؟ نعم، يدخل معهم بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل فرضه. نعم. وإذا صلى لوحده الله يحفظك؟ إذا نعم لا ما يصلي وحده، ما يصلي وحده والمسجد فيه جماعة يصلون. إن كان في جماعة يصلون الفريضة فأتتهم الفريضة يصلي معهم، وإذا لم يجد أحدا فإنه يدخل مع الإمام في التراويح، وإذا سلم يقوم ويكمل صلاته. طيب، بارك الله فيك وشكرا للمتصل، بارك الله فيك.